المزيد حول جهود مصر لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يستعرضه لنا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. إليك كريم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لإدخال الشاحنات الإغاثية عبر بوابة معبر رفح المصرية ومعبر كرم أبو سالم. بالطبع هذه الشاحنات لا تقتصر فقط على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ولكن أيضا هذه الشاحنات من خلفها هي شاحنات المواد البترولية وهي شاحنات الغاز والسولار. هذه من أهم الشاحنات التي يحتاجها الآن قطاع غزة، بالطبع تدخل لتشغيل الأماكن الحيوية في القطاع. نتحدث عن المستشفيات، نتحدث عن محطات الكهرباء، نتحدث عن عدد كبير من الأماكن التي تحتاج لهذه المواد البترولية. ولكن ربما لا يقتصر الأمر فقط على يعني هذه الشاحنات، فالتحالف الوطني قد أرسل بالفعل يعني القافلة السادسة والتي وصلت إلى بوابة معبر رفح المصرية محملة أيضا بأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإعاشية من الخيام وغيرها التي يحتاجها الأشقاء في قطاع غزة. رصدنا أيضا دخول عدد كبير من سيارات الإسعاف لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اليوم الأول لبدء هذه الحرب على الأشقاء في قطاع غزة. هذه الشاحنات لم تتوقف، ومطار العريش الدولي أيضا لم يتوقف عن استقبال هذه المساعدات التي تأتي عبر هذه الشاحنات من خلفي وتدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية. قوات الاحتلال تعرقل دائما دخول هذه الشاحنات، ولكن دائما الجهود المصرية تسعى لإدخال عدد أكبر من الشاحنات، بحد أدنى 300 شاحنة يوميا، وفي بعض الأحيان وصلت ل400 شاحنة يوميا، وتتراوح بالطبع الأعداد. ولكن التصميم المصري من الناحية المصرية لدخول هذه الشاحنات لا يتوقف إما للمواد البترولية أو حتى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وبرغم أن يعني جميع المؤسسات والمنظمات الدولية يعني وجهت لقوات الاحتلال بتيسير دخول هذه المساعدات، إلا أنها دائما تعرقل دخول هذه المساعدات، وتتعامل دائما الدولة المصرية من الناحية الأخرى للتأكيد على أهمية تيسير ودخول المساعدات، وبالفعل تفعل ذلك عن طريق دخول هذه المساعدات أو حتى إسقاطها جويا. وهذه كانت الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية. والآن عودة إليكم للاستوديو مرة.